وهنا نخالف الإمام الغزالي في نص سطر، نص سطر، نص سطر بس، قال: كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض. لا، هذا نخالف فيها. احنا معاشر الإباضية والمعتزلة والزيدية والإمامية وبعض أهل السنة الأشاعر، بل الإمام أبو حامد الغزالي نفسه روي عنه التراجع عن هذا الرأي، فعاد إلى القول بأن الله لا يرى، حكاه شيخنا الخليل أبقاه الله في الحق الدامغ، وحكاه كذلك السيد حسن ابن علي السقاف في رسالة الرؤية. وبعض أهل السنة لا يقولون بالرؤية، مثل الإمام ابن عقيل الحنبلي فقيه الحنابلة الكبير، وضربوه لأن ما يقول بالرؤية، النفوس المتشنجة استتابوه. وكذلك الإمام الجصاص الحنفي صاحب أحكام القرآن جاء عند آية لا أدركه الأبصار وقال: الله لا يراه أحد. وقال بهذا جماعة يعني من أهل السنة أيضا.